تدخل دولة الإمارات عامها 50 محققة العديد من الإنجازات التاريخية التي تتوج بها مسيرة 50 عاما من تاريخها، وتؤسس بها للانطلاق نحو المستقبل. وتعتبر النهضة الشاملة والريادة في العديد من القطاعات شاهدة على ما دأبت عليه الإمارات حكومة وشعبا للوصول إلى مراتب عالمية، ما جعل محط أنظار العالم. إنجازات على مدار 50 عاما وأهداف طموحة تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة باتت نتائجها تلمس على أرض الواقع ومحل للفخر من قبل الجميع خليجيا وعربيا وعالميا. فما أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نتاجه يرى الآن في كل إمارة من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ولعل من يزور الإمارات يشاهد كيف تحققت النهضة العمرانية على مستوى كافة الإمارات، فالنهضة في البنية التحتية والحركة العمرانية جعلت من الإمارات قبلة للاستثمارات، ويبرز التاريخ إنجاز الإمارات في بناء أعلى ناطحة سحاب في العالم وهو برج خليفة في إمارة دبي، بالإضافة إلى العديد من البنى التحتية ذات الأفكار الرائدة عالمياً. ومن النهضة العمرانية إلى الإنجازات الصناعية التي عززت من الموقع اللوجستي لدولة الإمارات ككل، وساهمت في رفض البنية التحتية للدولة بكل ما تحتاجه. ويعد موضوع الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة هو التوجه العالمي الذي تبنته دولة الإمارات، ويعد أحدث تلك الإنجازات تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وهو أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي. احتفال الإمارات هذا العام شاهد على الإنجازات التي تجاوزت الأرض ووصلت إلى الفضاء لتبدأ مشوارها العربي في اكتشاف الفضاء وكوكب المريخ بالتوازي مع جهود الدول الكبرى. وكان الإنجاز التاريخي قد تم بوصول مسبار الأمل في فبراير الماضي إلى المريخ، وأصبحت الإمارات فيه أول دولة عربية وخامس دولة بالعالم تحقق هذا الإنجاز. اليوم يلتقي العالم بأسره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم نشهد معا انطلاقة جديدة نفتتح على بركة الله إكسبو 2020 دبي، والله ولي التوفيق. ويعتبر تنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة لإكسبو 2020 دبي للمرة الأولى حدثاً استضافت الإمارات العالم فيه بنسخة استثنائية يفتخر بها بكل تفاصيلها، من إنشاء موقع الحدث العالمي إلى استضافة كافة الدول في أجنحتها. وبذلك تكون الإمارات قد خطت اسمها بأحرف من ذهب في استضافة أكبر فعالية على مستوى العالم. كل تلك الإنجازات يستذكرها الإماراتيون وأبناء الخليج العربي وكل من يفتخر بإنجازات أشقائه، وذلك في ذكرى 50 عاما على قيام الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني ومؤسس دولة الإمارات. وهذه المسيرة سوف تحقق إنجازات بإذن الله تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تحقق ما في عهده من منجزات.